السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. القنوة بيتش ميديا الصحفي اللي ملكي لها امام تي في اوكار لي مرتقات كي وفديين كودحان حسبيقا اي مسرعة قدومية هاي حبناها كلي حسبيقا سي او وباهم تا لسمي رون هانتي هاري مسرفيد مركزي عبد العافور كا او اي كو داقين ارمه ورباهم تا اي هالقا وحاوكا كهالي محمد عبدي إليك أريمو يعني دينا صحافة آت يعني ولا كان غادي أختي ديك الدواني سو مرتي أختي هاد أي كجرتو كودهان وانو إيو ورعلين إيو تلمان إيو يعني تربيبين يعني قاب كمر كاسي لو أقاسي ميورر كي كودهان سيد الله فشحامين إيبا وو تلمان ومسرح لفتي سيد دعاء إيو تلمان إيو خلاغية كيسي قفكو إيهايبا وكور رمي إن بدن أو كلا دوان أو أريمها مركاسي كساب صلى الله صلى الله عليه وسلم كورر كإيو حكتا إيو إن آن حتى صحافة لفتي ذا الله أفتر لنا أدوغ هاللي الكاو حي مركاسي إساق لفتي سير روغ عداني بدي سيدي ورباياتي كسوچري وحي مركاسي أركتي هاني يا غون هان انتي دبا وحنبارسي هاي يوهالكن كسو باهي يرون هان تينا صعافتو نوال با انتو بجرتعي انتو حنبارسي هاي انتو السوكر دي انتو ميناد لا هكامي دهابا وحفظن بها الكاسي كجرة طن هاي بها ذا بيجي ميريا وحان سو قد بينا بلها دهاد الكاو نع صعافتا كجيدي محمد عبد إلي وعسو كمي دها يعني ملكي لياشي أما ورباهن تي صحافتا مركاسي لوغو مرتقاتي خيبه ودكال دوان مرتقات كاسي وسمي حسبيك وطني سو جيدة دون ما أكل هذا إسقاط هاي هلكن مركزي ودمائن قدومية هادية لكونوا مشرحة يحبنا هكلا إيه كلا دوان يقو مركزي صحافتنا أي لب يدد جوبا ودم يستناي أنتي مركزي هالشي فرين تام أي كسوق أي بكشيء دم أنتي وحمد الله نهاي ورفضان كريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحن كنا هالكيا لو حويان مشرحة مدحوينا حسبقا معارض كي وضني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو يسراكيش يسقلي حسبقا قدومي حرسي علي حاج حسن حقايا خضر عبد الله عكسي وزير هوري منير صاحب كي برخط بطون إيد لي لما أنتو تشيد هذا حال كان ينسخوني من أي نوع السومين أي حال كان ينوي يعني وين نوم هاد عليان وإذا عضان ورباهنتي كشقيسي سوق واهير وين مهد سيهين وضع شقيت ورباهن تييس فهم كي يم يراه لقى وضع شقي كرنا لقى وضع الله لا يستلمامه لا يستوسيو إن أنت هسي عدي ورباهن تويه ليسو دهرت وقت كم هاد سنة هاي إن مدرنا مش راح ندحوينه وايو أنت هديات بابو ديران شريبة ولا يسبابو ديران شريبة هذه ما أنت ورباهين لهم هاد الدنيا ولا ليه هاي وروات شقيسين دارو حن قبائل الصوب بسلاننا ولا صوي البحية ولا سوء نعكسنانية ولا يسك ورباهين تعيستانو في ربدي شو دي بدن بيكون شقيان حاول عدك بيكون شقيان وقت عدك بيكون شقيان دال بدن بيدلك الجليان لكن لقوما احترامي أنت هيكون شقيان دلك وبش شقيان لقوما إلى عليهم لكن أنت كخالد أنت عيالك بتعبا، أما أنت سكت عيالك اللي بعطيا، تحسنا أولي وواحد عضو أباهن لفتي البسلاشو، لما كان واحد ويا وقار هي وضنكودا، وضد ذلك وضد قرن كاردن الباب لقى جلو يا الباب لقى بحب هو، وكلمة دي وقرن يان، يكلمة دي كورن يان الله بذبح قرن يان، ماش عيله دي وقت عيله دي نقرن يان. مسؤوليات بدن بار سارن مسؤوليات دا سارن نا ويكسر بحال حقيقة المرك لقى هذا رونتا إن وركو ولا بع لحويا نقفنا وحلو قلي حير كل بقولي ورقة كون فرح ذا أيا كوي من أيا ولكن واحد يبسن يا ميت كاس ورشيدا وين تسيد يسو ورقة ذو قاعد كان نحضر أيا كوي من أيا لكن واحد كون فرح يا ميت كاس ورشيدا لا بد وين تسيد يسو شرعي وساس فريا ورق واساس شغل كلام راه ور اوردا مي دادك كما فرحيو ور اوردا مي دادك كما ودان خيو مادامو اي سيداستي شغل هي هلكن كو هيان
mar walba cid baa dhibsanaysa. Haduu maanta saaxiib kula yahay berit hore wuxuu sii daayo, waxaa laga yaabaa inuu qof kale dhibsado. Marka culayskaasina way leedahay shaqooyinka warbaahinta, waa dhaqanka warbaahinta caadigaba saasa. Maxaa meesha hadaba yaalla? Sugnaanshaha xogta ayaa u baahan in warbaahintu ay ixtiraamto oo ay eegto oo ay hubiso oo ilaaliso. Adduunkana sugnaanshaha ixtiraam lagu helaa adduunka gebigiisuba. Eeg iminka maanta haddaad CNN eegto warka ay sii dayso, haddaad u aaminsantahay inuu sugan yahay waad aaminaysaa, waa looga qaateen baa ugu qoran. Marka haddaad BBC eegto warka ay sii dayso, haddaad aaminsan tahay waa looga qaateen. Marka aaminaadu waa shayga ugu weyn ee qofka warbaahinta ka shaqaynaya iyo hay-adda warbaahineedba ay hesho in la aamino oo ay noqoto looga qaateen. Dagaalka ugu badan ee adduunyada warbaahintu ku jirtaana waxa weeyaan inaan looga qaateen ahay halay aamino, inay xogtaydu sugan tahay halay aamino, in accuracy-gaygu wanaagsan yahay halay aamino. Shaqadaasi horta isku haynaa innaga lafteenna, taas ayaa noo dhaxaysa warbaahinta adduunyadana, taas ayaa u dhaxaysa. Haddaba si lagu aamino, mas-uuliyad baa raacsan, xirfad baa raacsan, aqoon baa raacsan, faham dheeraada raacsan, wixii raacsanaa baana inaga rabaa inayna aamino oo dadkeenu nagu kalsoonaadaan. Shaqadaasaana inaga rabaayo nin kastaaba trikiskaar uu leeyahay oo uu shaqadiisa u maamulo, u fahmo dadka, u aaminaan dadku, warka uga qaataan dadka, uu xogta u siiyo. Ina maalin walba weel baatay laga rabo inuu xog ku shubo oo aan nisan karin. Suuqa waa heen aan u soo noqdo, suuqa waa heen mas-uuliyad badan baa anoo aan dareemaya iminka inaan sidii loo baahnaa loo gudanayn. Aan markan ahay journalist maxamed aragti baan leeyahay, laakiin waxaan dareemayaa inay mas-uuliyad badan oo jirta suuqa sidii loo baahnaa aanay u soconin. Tusaale ahaan, suuqa waa heen dadka ku ganacsanaya ayaa mas-uul ka ahay cashuurta ka qaadi jiray ee ay u diiwaan gashanayeen, ee ogaa qof kastaaba ganacsigu ku leeyahay. Dee dowladda iyo dad baa mas-uul ka ah. Aawa, sidee iminka loo diiwaangeliyaa dadkii loo raadiyaa? Qaab nuucyaa loo raadinaya? Waa mas-uuliyadde. Marka dhinac laga eeg, waa miis kasta oo kaariyoonkaa laga qaadaya cashuur, halkay qabatay shaqadii? Dadkii la kala garanaya halkay qabteen? Mas-uuliyad baa cid saaran. Tusaale ahaan, dhibaata dhacday suuqii oo dhan baa xidhan. Dowladnimadu waa inay ku farto mas-uuliyado dheeraada oo ay dadku xaq ugu leeyihiin. Ilaa shicibku adiga mas-uulkee, maxaa iyadana meesha yaalla? Meelo badan oo dowladnimadu lahayd, ama dhulka dowladda ha ahaato ama hantida dowladda ha ahaato, ayay ahayd inay dadka shicibka ku badbaadaan. Taasina xaq bay u leeyihiin dadku. Weli waxay joogaan dadku. Tusaale ahaan, iminka waxaad eegtaa goobta lagu yidhaahdo bridge-ka Hargeysa, qaybta total xigta, waa qaybta biyo fariisadka ugu badan ee suuqa Hargeysa uu ka jiri weeyaan. Hadduu caawa roobdo, waa goobta ugu xoogga badan ee biyaha. Siday biyuhu u fariistaan, waddaday gooyaan haddii xataa waddada la dhiso. Haddaad iminka martana ma mari karaysid, bacdihii iyadaa noqotay. Waay beritoore hadduu soo roobsoo dooyaa mas-uuliyadda leh. Tii shalay baa la isku haystaa tan maanta yaal. Taasay ka wada hadlaynaa. Marka horta saxaafaduuni ma aha un inaad war sheegtood war sii dayso, laakiin waa inaad indheergarad noqoto. Xagga loo socdo waxa khaldan, sida lagu khaldan yahay cidda mas-uuliyadda leh, dhammaan waynu wada garanaynaa. Marka waxaan leenahay bal tilmaantaana dee dadkii lahaa way joogaan, waanay ogyihiin dadkana meesha ku hadlayan way garanayaan. Roobkiina waa tala sheegay cimiladii inuu roobkii soo dhow yahay, roob badan idii doono, waqti badan dii doono. Mas-uuliyaddaasi waxay u baahan tahay kahortag, bay u baahan tahay hadday u baahan tahay kahortag. Way waaheen shaqada ka dhacday, dad masaakiina ayaa ku dhibaataysan. Shalay waxa xafiiska igu yimid hooyo igu tiri, waxaan dhalay saddex caruura oo dhagoolayaala, aabahood noo dhintay, anna makiinad baan meesha ku haystay. Aabahood baa dhintay, saddexdii waa dhagoolayaal, shan caruuraan dhalay, makiimadii baan ugu shaqaynayay way iga gubatay, caruurtii waxay cunaan ma haystaan, shaqadii anigu aan qabanayna gurigii baan fadhiyaa, deynna waa laygu lahaa. Dexagad u qaadisaa qofkii bini'aadamka ee wax ku shaqaynaysa waa insaannimadii. Waa halkii saxaafaddan inaga lahaa, haddii dagaal lagu jiro oo qofku uu dhimanayo, ma inaad qofka badbaadisaa mise waa inaad qofka sawirto? Waa xirfadeenii.
هدوم كدجال دعوه قف كميات صور إيسا وصور كات قاضي سعد هذا ركتو دجال كميش كسر هذا إلمني روميش أتاعيني ميسو حد صمين سيد الماء بتبادسو بيرجع روح هادين عضو صور كقاضي لكن إيمي كروحين عضو فين الماء بتبادسو ويس بدر شو ربعين هدوية عصر ويس بدر شيء تبدأ ميس كمية الله شغيل سعيو فرصة واحد سين سامركة بتبادني يعني إن عضو أود هذا قعة ويسو ميسو حد صمين سع إن عادي جا صورتو ومسؤوليات كرونا هذا أو كرونا أي حرفة دويس بدلية سه علم دويس بدلية تكنولوجيا دويس بدلية مركز شغب هذا مرتين أو طالعين يعني هذا حلين إنك استون هذا الكسب بديري قدومي هنا ماتسي هاي مشرح محمد حنون ماتسي اسمه يودنه ماتسي منو ما قدر دارم يعني هو ورباه أنت يان لوك العبترين ورباه أنتو ورباهن ورباه أنتو وصحفيين صحفيينتو ميل بيليين حرفت بيليين نيكا ميشا جوغا اي مسولكا اي مدحوينها هورتينو اي نولين دبدينو اي نولانيسا مشرحة مدحوينو مركو مدحوينو نقضو هورتينو اي نولين دبدينو اي نولانينا نخر كوانتاس انا الحرفت داد الى شطو و الحرفت داد قفكو نقضو تكرادي شرف لكن حرفت داد اكرادين قفكو مسولكا انا سمعتكو هشو انا شرفكو هشو قف كستحر فضة على أيها كل بريت جيسا هو جا كل بريت جبارنا حرف فضة هذا كل بريت جيسا حرف فضة هذا صادو إلى عشته أدم ذكرني ما وقدرته أد أخلاق وقدرته أيه تهاي شيء هو إنه كريدي بيل تيجا قادو إلى عشته وربعين تسمان لأن ما أنت ليش تالك أيه عقبات قوة ما أنت ليش تالك وركو حكولات ترتم يا إنه كودال كاك الشقيا هذا كودال كورتيس وحكنا عن إسمع صوره في فيسبوك ده كي أدوس في فيسبوك ده كقاعدة نص محيط هذا بينا ديا شو زولين باكو صار واي وركي سوكو صار ده كي أدوك حفيز كي أجيب أشوك تا والله بقف بالك أكون تي فيسبوك جبت كاركت إسمع هو ده كي صحيح في ما هذا محمد زولين باكو صار وانجل كتك جلس وين هذا أقام ولاده وين تفهم سنت أنجل كاتس ما ريسو كدوين إن الله بقف دينتين معنا نسيس بتجلسها مشاكل كذا سمعينها سا مينفستيجيش بات سمعينها سا حاجات جيسا مسؤولية بدن بحرتين نسارم ليش تعلقوا عقبات بوكوها يا ورباهين تمرك الله أجو تد كان حرف دلهاين إن لوجا قاتين كهين يكون ده حجرا بين تكشيء جي ورباهين تا أكلنا عايز مرك لجا أجو إنك مسؤولية بين نسارم سؤالهان أنكو جب جبي يقدم كام قلنا لو جل هذا نسيانن يا قلنا لو جل سي بي سي لابد من رأيك كذي سيء. ولكن كوكو بدنا نسوي شيء محوه. فيسبوك يا يوتيوب يا 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 براه بالشدة. وحسوا شيء ورر كبنتي نكحه بتن ورر كيرن طاها. واتيل سكوت هاي سجل برجدوين. شن تي سنو دم بيروح تجنا. سلي ورر حقيقة على الله جهلا. براه بالشدة يا دوي ذا كوكو لا تيرن طا. محاسو محاس محاي. وحيمين ورر كي عدتك وجدبين يين عادي جاهي. بنت عمر كبتن. institution دي بي لهشيين هاي دي هو ويناء إبراه بلشدة معمولي سيدة فيسبوك يتي ممكن كلا أردمي يا يوتيوب يا ويكبيري دات كي أردمي وحي لهشيين institution دي لوغا قاتين كاها محاي سميين ورالكو دي بي لعاكو بحا سيئنا المركي كقد بيسو سوشيال ميديا اي كتيرتو لعاك بي كاقادنا يان information كوغا السوغن اي كقد بينا يان براه بلشدة اي دو يدو عيلا ده محاي أصو نقضي مركا وركي بنت هوا ماشي كبحي يجينا السوشيال ميديا نلاقي قاتم بالنقطة ورباهين تينا العقبة وقصة النقطة تصالة هانا دي توب يحكي دعان صدق بقوله كنا دولار بقى كجيب حيسي أنا إنه أنتوا ما ضو تسببوا وكور ما دبعت ليش كده العقبة تسوق ما يسون غرينين إلى السوشيال ميديا كنا لكن ما أنت ما دام اللي قاتين العقبة تسوق حكي صور نقطة إيسا السوشيال ميديا بقصة نقطة سيسينك العقبة بحذي أو كبحي عادي مركا ديو قاب الصبح عصري يسكب دليس لكن وين الله تعان قاب النصر كيف محيي هذا بوين الطريق إنه قاعدنا هنا النقطة طريق عقليات كل سن وحساب كل سن عدد كي إنا وحبرنا to educate to inform to entertain صدق لا قدر بين نقدر نقرأها إنا عدد كي educate قرينا إنه ما توجوين information كبين تا to informنا أي نمشي كسرنا أو إنه ولا تقالنا مش رحمة بين وما سنت هاي هذا الكلام كله إرادي وانكم هذين هنا وانكم احترام هنا أنا شخصياً محمد أمام كل سور شقيه إلا أنت يا برلمان كتشوكتي قف زعيمة وإحترام بدن وأخلاق ونكسن ومذكرة وسلوك بدن ونحريس بدن باتهاي وضد شغل وآديات ودور صوباتي
إلهي دبك وحن كعبر إنه واحد يكسر يسوع يو واحد نيد كواه يسوع هدي أدوانا جودنا يضل كورلادي إنه إلهي كوجو ليهم مجاجيو ماشاء دوري يسوع أدوانا كوجو معنا قينا.